دعني أرحب بضيفي الذي انضم إلينا من روما البروفيسور فؤاد عودة، خبير الصحة العالمية ورئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد مرحبا بك على شاشة الغد. وضيفي في الناصرة الأستاذ نظير مجلي كان يتحدث عن مواقف الغرب من هذه الاستهدافات. نحن نتحدث ليس عن استهداف أحياء أو مصانع أو حتى مدارس، ولكن نتحدث عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت طبية، لمستشفيات، لمشافي تعالج المرضى والجرحى. لماذا لا نسمع صدى لهذه الاستهدافات في الغرب؟ مساء الخير للجميع. موضوع مهم وللأسف وارد يوميا، وأنا بالإعلام الإيطالي والأوروبي كرئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية نتكلم عن عدم أخذ مواقف قوية من الدول الأوروبية، وبنطالب إنها من الدول الأوروبية أنها تقسم الموقف السياسي عن التضامن ونقض الأطفال والنساء في فلسطين وفي الدول العربية. زي ما تفضل صديقنا من الناصرة، لو صار الإشي في دولة أوروبية إن كان حولوه أي إشي بحولوه لنزاع بين المسيحيين أو سووه خصوصا للمسيحيين. هنا في عنا للأسف أوروبا صارت دولة أنانية، دولة قارة أنانية وقارة العجوز. أغلب الدول الأوروبية كمواقف حكومية للأسف غير موقف يعني قوي مع الشعب الفلسطيني. بس بنقدر نقول في آخر أشهر سجلنا موقف كبير بين الشعوب الأوروبية الذي يختلف عن موقف الحكومات. في أوروبا اليوم يتكلمون عن مسؤول في وزارة الدفاع عشان يخضع لها موقف قوي، بس للأسف أوروبا خسرت كثير وملهاش قوة إنها تأثر. ومن ناحية طبية للأسف كنقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا يوميا نتكلم كيف يسمحون قتل الأطفال وقتل الأطباء والممرضين وهدم المستشفيات، ولا واحد بيحكي كلمة. يعني ولا مرة شفنا في القرن 21 كارثة صحية وإنسانية بهاي الدرجة. أنا في الإعلام من سنة 2000 ولا مرة صار عندي موقف إني أتكلم عنه مثل التوفي والمصابين في غزة وفي فلسطين.